وسط الميدان. وتعود لها مرة أخرى. دائما لصالح فريق الكوكب المراكشي. الآن بدأ يتحرك في منطقة عمليات فريق اتحاد طنجة. محاولة تسديد. هدف خرافي. هدف جميل جدا. هدف خرافي وجميل جدا. آتوني بالإعادة. هدف يمكن أقول بأنه على طريقة اللاعبين الكبار. هدف صعب باش أنه يتحقق دائما. تسديدة لا تصد ولا ترد ولكن الإعادة ستوضح هذا الهدف وقيمته. إذا سنتابع كريم هاني واللي كان وراء المحاولة يبحث عن التمرير. ونشاهد الآن طريقة اللاعبين الكبار. عبد الإله عميمي لاعب السابق فريق الوداد البيضاوي. تابعوا الآن شاهدوا اللمسة طريقة المراوغة رفاع الكرة. كان ممكن الزملاء أننا نشاهدوا الإعادة مرة أخرى لأن أعتقد ارتد ماتش أحد اللاعبين وبالتالي ترفعت الكرة بطريقة جميلة جدا. كانت مباغتة هذه المحاولة.